مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا صوره مضيئه. سعيده ان انا هكون مع حضراتكم من خلال شاشه كبيره وعريقه ولها طبعا جمهور كبير، وهي شاشه قناه الصحه والجمال. احنا برنامجنا صوره مضيئه دايما حريص انه يقدم لحضراتكم كل ما هو مفيد ونافع في المجتمع، كل النماذج المضيئه اللي ليها تجربه ملهمه واللي اشتغلت على نفسها وكافحت وتعدت الصعاب. ومن النماذج دي ساعدني النهارده ان انا اقدم لكم رجل اعمال مصري له الحقيقه بصمه في مجاله، اتعرف واتشهر طبعا في المجال، وهو الاستاذ خالد عبد اللطيف صاحب ملك روحي للملابس والمنسوجات والمفروشات وايضا الملابس الداخليه واللانجيري. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم معانا، منورني في صوره مضيئه. ربنا يخليك، وانا اتشرفت ان اكون موجود معاكم النهارده، وده شرف كبير ليا ان شاء الله. حضرتك يعني احنا طبعا عندنا مفاجآت كبيره لجمهورنا النهارده، وعندنا عروض مميزه جدا. يعني انا بنصحكم ان انتم ما تروحوش في اي حته، تكملوا معانا الحلقه للاخر لانها بتهم كل ست مصريه. اي حد عايز يغير ويجدد من حياته في فرش بيته، اي واحده عايزه تجهز، عندها عروسه، عندها بنت وحابه تجهزها، تخليها معانا في الحلقه دي. لكن بحب في البدايه ان انا اتكلم مع حضرتك عن تجربتك الشخصيه في مجال المفروشات، احكي لي كده عنها في عجاله. عايزه اعرف ايه يعني، بدات ازاي؟ خدت الخطوه الاولى ازاي عشان النهارده انت موجود معانا؟ الحمد لله رب العالمين. انا اسمي خالد عبد اللطيف الحليفي. انا زي كنت شغال في مجال السياحه، تمام؟ فحصلت الثوره زي انتم ما شفتوا الدنيا كلها، فاتجهت لمجال الملابس الداخليه والملابس الحريمي، وبعد كده خدت خطوه للملابس الجاهزه، وبعد كده خدت خطوه ثانيه للمفروشات خاصه تجهيز العرايس. وحاليا موجود في جميع يعني التخصصات دي كلها موجوده متاحه عندنا، اذا كان لانجيري، اذا كان داخل رجال، اذا كان داخل حريمي، اذا كان مفروشات بتجهيز العرايس، بكلها موجوده عندنا في السنتر كامله متكامله. حضرتك بس هقطعك في حاجه، حضرتك بادئ ملك روحي بقى لها قد ايه؟ بقى لها كام سنه في السوق المصري وموجودين فين؟ ملك روحي بحيره كفر الدوار الدفعه الاولى بجوار المطحن. بدأ من 2000، يعني انا بداتها وانا في شغلي، كنت بادئ حاجه بسيطه كده وانا في مجال السياحه، يمكن من 2004 ما شاء الله. بس انا سبتها لاخويا الاستاذ هشام الحليفي كان بيديرها، وبعد كده الثوره فاتليت ان انا استقر واقعد في البلد، والحمد لله ربنا اكرمني وكافحته لحد ما وصلنا اللي احنا فيه. اخترت حاجه بيطلبها ناس كتير جدا؟ طبعا انا اخترت مجال تجهيز العرايس، لان ما ينفعش ان احنا يعني متداول في السوق كل يوم، وده جميع الاسر المصريه ما تقدرش تستغنى عنه. فانا اتجهت للمجال ده لان دي حاجه موجوده كل يوم مطلوبه منك طبعا. بس بالنسبه للشغل بتاعي انا بختار حاجه معينه جدا، كتير بيشتغل في المفروشات وكتير الناس عندها، في الاول وفي الاخر دي ارزاق، ما حدش بيقدر ياخد رزق حد. بس لما تكون انت يعني اخترت حاجه معينه، بتختار الشغل بتاعك مميز وحاجات معينه، فدي بتديكي نجاح لقدام كتير. يعني احنا عن نفسنا يعني بنيجي نشتري مفروشات، تمام. الستات بيزغلل عينيهم الالوان والديزاين الجميله والحاجات اللي طالعه ترندي، تمام. لكن اللي بيفهم فعلا بيختار الماتيريال الصح، بيختار القطن المصري 100%. طبعا ان المنتج المصري، وانا اتكلمت في الحلقه اللي فاتت وقبلها واللي قبلها، من احلى المنتجات اللي موجوده في السوق، وفي تطور غريب الشكل في المنتجات المصريه وخاصه في المفروشات. طب قولي بقى التطور ايه؟ التطور بالنسبه للمفروشات، يعني انت النهارده لو بصيتي من سنتين فاتوا هتلاقوا في حاجات انت ذات نفسك بتشوفيها في بيتك، في تغير ولا مفيش؟ لا طبعا في تغير، في تغير في كل يوم في تغير، وبكره في تغير جديد في العروض والاشكال والموديلات. العروض يعني والعروض والموديلات ديت احنا بقى هنسيبها للجمهور اللي يحكم علينا، واللي شافنا في الحلقه اللي فاتت وخد عروضنا ومعانا تسجيلات بكده هو اللي يقول لنا الحاجه دي ايه. او انت هتشوفيها الحلقه اللي جايه مع بعض ان شاء الله من العروض اللي احنا عاملينها النهارده، تمام. وهنكمل بيها ان شاء الله. بس عايزه اكلم حضرتك في حاجه، انا دلوقتي لو بجهز بنتي على عروسه يعني، تمام. او حتى سيده عاديه، بيهمها حاجتين، الكواليتي الجوده، وبيهمني كمان السعر المناسب، هو ده اهم حاجه على فكره. يعني انا لو بجيب مفروشات لغرفه اطفال انا يهمني انها تعيش، لان الاوض الاطفال دي هرس يعني، تمام. كلنا عارفين الحمد لله احنا عندنا خطه ماشيين عليها، ازاي نعرف نوفر ونوصل للزبون باقل سعر للحاجه دي. يعني الحاجات ما ينفعش ان نتكلم فيها، انا ممكن انا لا عندي حاجات كتير احنا جايين النهارده عشان اقول لك مثلا ايه.
يعني اللي معاه ميزانيه قد ايه يقدر النهارده؟ ما اقدرش احسبها. انا هقول لك حاجه، النهارده لما في فرق، لما انت بدات من الصفر كان عندك خطوات ممكن تمشي عليها. ايه هي الخطوات؟ الخطوات ان انت تبص لو مؤاخذه للاربع جدران دول، هل هم ايجار او ملك او خدتهم او انت مأجرهم؟ فانا بصيت للخطوه دي ان انا خدت الاربع جدران خدتهم ايجار زي اي شاب، وكان الخطوه الاساسيه بتاعتي ان انا امتلكهم. بالتالي انها هتريحك لقدام. فكرت صح طبعا. تريحك لقدام في ايه بقى؟ احنا لو بصينا النهارده هتبص لنسبه الايجار بتزيد قوي. طب النهارده انت خلاص امتلكت الحاجه دي ما عندكش ايجار، فانا النهارده المنتج بتاعي لما اجيب شيء يعني حاجه ب 70 جنيه ب 700 جنيه، طب ممكن احط عليها زي 20 30 جنيه وبح. ما عنديش مصاريف كتير ان انا اعرف لا انا راضي بال 20 جنيه. يعني انت عايز تقول لي ان انت هامش الربح بتاعك قليل. قليل جدا. ده على عهدتك ده الكلام على عهدتي طبعا. لا مش على عهدتي، على عهدة المشاهد ذات نفسه. ايوه طبعا، ده اللي انا بتكلم. ما انا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، احنا هنا وجهه نظرك ووجهه نظر المشاهد. بمعنى معاي. ايه؟ انا دلوقتي بنزل السوق بلاقي التركي واو بس غالي جدا، ماشي، بلاقي الهندي وبلاقي المصري، في حاجات متواضعه وحاجات غاليه. انا مش هتدخل في انا بقى عايز اعرف انا اشتري من عند ملك روحي ليه؟ ما انت هو ده ملك، ملك روحي هو تبقى بحط النقط على ايوه حط بقى عشان حضرتك. انا عارفه ان في عروض حلوه جدا وقويه هتظهر على الشاشه دلوقتي مع حضراتكم مع ارقام التليفونات، فحضرتك قولها لي بقى العروض. العروض المميزه بتاعتك اللي انت جاي لنا بيها النهارده. كنا عاملين عرض الاسبوع اللي فات والحمد لله خلص كله وبدانا نكرره. ايه هو العرض ده؟ العرض ده هو ب 40,000 جنيه، كان ب 56,000 جنيه وكنا نبيعوه ب 40,000 جنيه. العرض ده 16,000 جنيه. 16,000 جنيه توفير. كان ايه بقى عباره عن ايه العرض ده؟ العرض ده عباره عن 10 طقم سرير كبير تركي. تركي. واربعه طقم سرير اطفال. تركي، كلها خامات عاليه جدا. هو معروف التركي. تمام؟ يعني هو خلص الحمد لله. فانت لما كلمتونا تاني وراحت علينا فاحنا بنكرره لمده 10 برضو، 10 اشخاص اللي هياخدوه في الاول. العهد عليه 10 اشخاص اللي هيلحق النهارده. هيلحق النهارده عايزين ده. بقى ايه العرض ده يا جماعه ما يتفوتش. يعني صح الاول اول 10 هيبعتوا ايه؟ طب هم عارضين دلوقتي العرض ده برضو عشان في الناس طلبت مننا كلمتنا برضو اخواتنا قال لك احنا عايزين برضو حاجه ايه سكه 15,000 جنيه نلموا بها الدنيا. احنا معانا عرض على الشاشه اهوت بتاع الاستاذه ملك بتعرضه والاستاذ محمد. العرض ده هو عباره عن 10 طقم سرير تمام وبطانيه كبير وبطانيتين اطفال واثنين طقم سرير اطفال و16 فوطه كبير واربعه فوطه اطفال ولحاف كبير ودفايه كبير. يعني انت شفت العدد قد ايه كبير؟ فبيتكلم بكام بقى ده؟ هو احنا بنقول 15,000 جنيه، احنا النهارده عاملينه ب 9,900 جنيه. بجد العرض ده 9,000 جنيه؟ 9,900 جنيه. يا جماعه الحقوا، يا جماعه الحقوا، احنا برضو مش كتير بقى. عشان برضو اللي احنا لما نتكلم فيه 10 طقم سرير كبير و2 طقم سرير اطفال و16 فوطه كبير واربعه فوطه اطفال ولحاف كبير وبطانيتين اطفال وبطانيه كبير ودفايه كبير، كل ده ب 9,900 جنيه. 9,900 العرض اللي هو معروض دلوقتي حاليا على الشاشه. تمام. اللي احنا بنتكلم عليه ده بالنسبه ليه للعرض ده. تمام؟ في عروض تانية احنا برضه لما تظهر على الشاشه هبلغ حضرتك بيها اللي هي معانا دي. احنا طبعا اللي هنتكلم برضه على العرض اللي هو ب 40,000 جنيه اذكره لك لان انت برضه ايه ما سمعوش ناس من بنفكر بيه الناس تاني. هو 10 طقم سرير كبير، 3 طقم سرير اطفال، 2 طقم سرير مشجر المجد، تمام؟ 2 لحاف كبير، 2 بطانيه طباخ اطفال، و2 دفايه كبير، واثنين كوفرتا واثنين درابيه، الدرابيه اللي هي السوفت الكبيره والاطفال، واللحاف كبير واللحاف اطفال وبطانيه نانا ومفرش قطيفه اطفال، كل الحاجات ديت مستورده، ومفرش قطيفه كبير و30 فوطه كبير و9 فوطه مطبخ و6 حمام و6 تواليت. كل ده بقى قول لي تاني بكام كده؟ ده المفروض هو 86 قطعه من 56,000 عامل 40,000 جنيه. 16,000. 16,000 فرق. هتلاقوه يا جماعه فين الكلام ده؟ هتلاقوه فين؟ كل المنتجات ديت معروفه هنا بتعرض قدامك اهو. طب شوف البطانيه دي، شوف اللحاف بتاعها عامل ازاي، كلها ماركات عاليه. ده ناعم طبعا. ده لحاف فرق، واضح ان هو ناعم. وبطانيتين الاطفال جنب منك اهم، وبطانيه اطفال كبيره السروجي، وبطانيه الثانيه فرو، وادي مفرش العالميه. تمام؟ كل ده اللي احنا عرضناه الاسبوع قبل اللي فات وخلص بفضل الله، بنكرره تاني قدامكم اهوت. ادي فوطه التواليت الاستاذه ملك ماسكاها، وادي البشكير برضو معانا البشكير، وعندك كوفرتا
دي دفايه السرير. دي يعني دفايه سرير مقاسها قد ايه بقى؟ ده مقاس 240 في 220. سرير كبير. وعندك الكوفرتا وعندك الفوط كلها ماركات عاليه جدا اهي. باينه يعني كل طبعا كل المنتجات اعزائي المشاهدين قطن 100%. قطن 100% العرض ابو 40. احنا اتكلمنا برضو على العرض اللي انا قلت لك عليه ب 10,000 جنيه او ب 9,900. ده يعني متناول للجميع يعني. في عروض ثانيه ان شاء الله لما تظهر على الشاشه هبلغكم بيها، حاجات خفيفه كده ايه عشان الناس برضو. طب حابين برضو نعرف المشاهدين او العملاء بتوع ملك روحي ازاي بيتم التواصل معاكم من خلال ارقامنا اللي موجوده على الشاشه. الارقام موجوده على الشاشه قدامكم اهي. تمام. وبرضو الارقام دي طبعا واتس وفيها واتس. أيوة. طبعا. ومعانا برضو الارقام بتاعت المكتب معروفه على دينا بحالها بنذكرها، ومذكوره هم اربع ارقام مع الاستاذ احمد ماجد برضو، وصفحه المحسد. ملك روحي والصفحه موجوده برضو. ملك روحي. موجوده ان شاء الله. تمام. بالارقام بتاعتك. اي طلبات بقى بتجي لك بيتم توصيلها بعد ايه؟ بيتم التعامل معاها ازاي وبتوصلوها بعد ايه؟ الاوردر ما بيكملش في ساعتها، يعني مجرد ان شركه الشحن تيجي بنشحن ساعتها، واذا كان اوردر كمان طلع الرامن عندنا توديه تسلمه. تمام. يعني حد طلب منه، وفي ناس استلموا اكيد. في ناس استلموا و يعني بقى قد ايه مده الشحن كده بتاخد قد ايه؟ يعني انا عندي لو بيستلم من عندي من نفس بلدي بياخدها في نفس اليوم. حلو جدا. وجنب مين بالنسبه للمحافظات بقى؟ حد جالك من الصعيد؟ حد الصعيد شحنت لهم والله. يعني انا بعيده جدا، لكن في ناس من بنها ودت لها. في الصعيد فين؟ قول لي. كان في ناس من سوهاج والله. الاستاذ احمد تحياتنا لاهالي سوهاج. والله خدوا اللي اتعاملوا مع ايه؟ ملك روحي. ملك روحي الحمد لله بفضل الله. طيب بقول لحضرتك بقى ساعات يعني احنا دايما بنقول عندنا قاعده الزبون دايما على حق. تمام. تمام. برضه معايا الموضوع ده؟ تمام. لا طبعا. ما هو انت اهم طبعا. حاجه ان انت تكسب الزبون بتاعك. أكيد طبعا. يجي لك تاني ويطلب منك تاني، وبعدين على فكره اللي هيجي لك ما هو بيجيب قريبه وابن عمه وابن خاله وزميلتها في الشغل طبعا. يعني الموضوع بيمشي كده. التعامل بيكون ازاي لو قابلتك اي مشكله؟ عدم رضاء العميل عن المنتج، قال لك لا ده مش زي ما انا فاكر، انا عايز اغيره، طب هات لي اللون ده. عشان كده انا بقول ايه بقى ازاي؟ انا بقول ايه، بقول اللي يجي ياخد العرض يجي بنفسه ويختار حاجته بنفسه. لان انا النهارده لما بقول لك انا عندي بقى ابعت لك 13 طقم سرير، انا هبعت الوان، ما تيجي تختار من 3000 طقم اللي انت عايزه. فدي بتريحني شويه. طب يتم التعامل مثلا عبر الصفحه؟ يعني عبر الصفحه طبعا. بيقول لك انا عايز اللون كذا ترد عليه وتجاوبه. التليفون مفتوح ل 24 ساعه واي مشكله بحلها في ساعتها. تمام. بس الحمد لله بفضل ربنا ما عندناش مشاكل نهائي بفضل احنا الله. الكنترول بيقولوا لي معانا ضيفه منار. معانا مين؟ منار. استاذه عايز. منار. ايوه. ازيك يا منار؟ الحمد لله تمام. منورانا. الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يخليك. قولي لي بقى اتعاملتي مع تجربتك كده مع ملك روحي، خدتي منهم ايه؟ انت عروسه الاول ولا ايه؟ ايوه انا عروسه. الف مبروك يا ستي. عروسه شهرين. الف مبروك. واخده من عندهم كل حاجاتهم يعتبر. حصل. لا انا عايزه اسمعها هي بقى. حصل. قولي لي يا منار كده، قولي لي يا منار كده من وراه كده، الحاجه اخبارها ايه؟ الوانها ما شاء الله والله العظيم احسن الخامات بجد والله. انا عن تجربتي بقالي شهرين اهوت. يعني ما استخدمتش حاجات كتير برضه، بس يعني انا من بقى لا انا عايزه اعرف خدتي ايه يا منار؟ قولي تحديدا كده العرض كان ايه بالظبط؟ خدتي ايه؟ لا انا كنت رايحه بره العرض، بس اخدت يعتبر كل المفروشات من عندهم، من البطاطين للحفه للفوط لكل حاجه، الملايات كل حاجه ما شاء الله. جهزتي العرض كله، خدتيه بكام يا منار؟ والله مش هتكلم مع منار، عايز اتكلم مع منار بصراحه. بيقول لك سعر تيجي في التوتال ينزل باسعار كتير والله، بيعمل عروض حلوه قوي. يعني تمام الحمد لله. كنت بتفق معاه على سعر مثلا 500 يحسب لي الحاجه، بيعمل لي ديسكاونت كده من نفسه يعني. طيب يعني انت تقولي للناس ايه اللي بيتفرجوا علينا النهارده لاول مره وعايزين بقى، اللي عايزه تجهز بنتها، اللي بتجهز نفسها، يروح الاستاذ خالد بجد، وهم مغمضين يعني. استاذ خالد واستاذ احمد ما شاء الله عليهم بجد، حتى الحاجه اللي مش كويسه بيقول لك لا بلاش دي، خدي دي، بيرشح لك الحاجه الحلوه والنظيفه. عموما الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك. وبصي لما يبقى فيه ان شاء الله بيبي، ها هتاخدي برضه طبعا. ايوه ده اللي انا بقوله دلوقتي. عندنا الحاجات دي موجوده. احنا مش هنسيبك يا منار، فاهمه يا منار؟ مش هنسيبك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حبيبتي. ميرسي جدا ليك يا حبيبتي، نورتينا. طيب يعني شهادتنا مجروحه، الناس مبسوطه. الحمد لله. هي الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. قول لي بقى دلوقتي احنا عندنا مفاجاه لمشاهدينا طبعا اللي هيكملوا معانا لاخر الحلقه. ارقامنا اللي ظاهره على الشاشه اللي عليها واتس الحلقه دي يا جماعه، لما تنزل السوشيال ميديا اكتر لايك ومنشن وشير ويتصور لي كده بسكرين شوت هيتبعت على الارقام دي،
لهم هدايا كبيره جدا. قول لي الهدايا هتبقى ايه؟ الهدايا اللي هم عايزينها طبعا هنديها. لا ما عايزين نقول. احنا كنا عارضين هنا في حاجه جميله جدا يعني. أيوة. فجاه لما تظهر على الشاشه كل الناس هياخدوا منها من الهدايا ديت. أيوة. وعندنا يعني العدد لو زاد احنا بنقدم علبه فوط 4 قطع وبنقدم طقم سرير ونقدم دفايه كبير ودفايه اطفال. ده طبعا احب مع حضرتك الحاجات دي وهتظهر لك على الشاشه والمتواصلين معاهم ممكن نسلمهم كمان والفيديوهات دي يبعتوها لك يعني. اه ما هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعه خالص. احنا مش هنسلم الهدايا الا لما يتبعت لي لايك ومنشن وشير. ده سكرين شوت يا جماعه هتتبعت على الارقام اللي موجوده على الشاشه. واي حاجه حتى تبعتوها عجبتكم من الصفحه طبعا هتقولوا لنا على الواتس برضو احنا عايزين كذا. لو في اي مشكله انا ما عنديش مشكله خالص في التوصيل يعني. الشحن عندك فري ولا مش فري؟ الشحن فري. الشحن فري. الشحن في العروض. في العروض في العروض. ايوه بالنسبه للعروض فري. في العروض احنا عندنا برضو لسه عرضين ما ذكرناهمش لما يظهروا على الشاشه هنقولهم. عندنا برضو عرض هيجي على الشاشه دلوقتي يا جماعه. هو عرض بسيط ولذيذ جدا. وكويس جدا. اهو الاستاذ محمد بيعرضه العرض ده. 10 طقم سرير تركي عاملين 10500 دول ب 7000. ده سرير كبير كينج بيد ولا السرير العادي يعني؟ 280 200 كينج بيد وتحدث. 280 ده اكبر حاجه. اكبر موجود عند حد. 280 10 طقم سرير تركي لفتره محدوده من 10500 ل 7250. كام بتقولي كام طقم تاني كده؟ 10 طقم. 10 طقم ده يعني ده ممكن بكره يخلص. 10 لا ده هم العرض 10. العرض 10. لا انا عندي كميه لما نفذ الكميه تخلص خلاص. احنا يعني احنا مالناش دعوه بقى احنا ملتزمين بالعرض. العرض هيخلص. العرض. بس عايزين نكرر. استاذ خالد خليك طيب يعني. عايزين طيب ما عنديش مشكله والله يعني. لو نخلص بس نعمل عروض تاني ان شاء الله. نعمل عروض وعندنا عرض تاني برضو على قد الايد يعني. انت عندك 10 طقم سرير اهوت اللي اسمها محمد بيعرضه. هنقول العرض تاني ب 7250. معلش هنقول العرض اللي قبله تاني يا استاذ خالد. العرض اللي هو ال 9900. ايوه ال 9000 اللي على الشاشه. العرض اللي معانا على الشاشه. اللي معانا على الشاشه دلوقتي اللي هو محمد بيعرضه. ايوه اللي هو 10 طقم سرير تركي مقاسات 280 من 10500 ل 7250. ده 7250. ده العرض ده. في عرض تاني دلوقتي يجي لنا على الشاشه تاني هيبقى مفاجاه للجميع ان شاء الله. يعني انا كده بسطت لكم الموضوع. معانا العرض ابو 40. ايوه بالتكرار. والعرض ابو 21 تكرار. وعملنا العرض اللي هو ب 3900 ده لسه هيظهر دلوقتي. والعرض ابو 9900 اللي هو انت شفتيه عباره عن كذا قطعه اللي هو البطانيه الكبير والبطانيتين الاطفال وال10 طقم سرير وال2 طقم سرير اطفال وال16 فوطه وال4 فوطه اطفال واللحاف الكبير والدفايه الكبير. كل المستلزمات كده. كل المستلزمات يعني ممكن يعني عليها ممكن حد يمشي ماشي نفسه. طب قول لي بقى احنا دلوقتي خلاص يعني ان شاء الله قربنا من سيزون الشتاء. انت بتحضر له ازاي؟ لا وايه اللي بيطلب؟ لا ما انا عايز اعرف من دلوقتي يعني عشان نشوق الناس كده. اكيد في مفادات كبيره. احنا النهارده انت عارف ان كان في ديفيلين النهارده بالنسبه للشتوي وكنا موجودين فيه. وان شاء الله يعني كل خلي حاجه كلها وقتها لما تكمل وتجهز. احنا بنحضر يعني كلها شهر وهنجي لكم بعروض كتير جدا جدا وهنفاجئ الجميع بحاجات برضو لاطفالنا الصغيرين. ايوه هتبقى مفاجاه للجميع باسعار الصغير. الاطفال بقى من سن كام؟ البيبيز يعني من سن المواليد. لحد ما ستخصص. عشان كده انا قلت المنار تابعينا يا منار. لا كله موجود لحد ما ستخصص ان شاء الله شهر بكتيره وهتلاقي الشتو معاكم ومعروض معانا. وان شاء الله نعمل حلقه من مكان ذات نفسه بامرك يا رب ان شاء الله نعرض على الطبيعه على طول. ما احنا برضو عايزين نفكر مشاهدينا اكتر حد يا جماعه هيعمل لايك ومنشن وشير وهيبعت لنا ده اداره الصفحه هنتكلم معاه ونتواصل معاه وهيتم تصوير فيديو ليه. العرض ده بقى هو اللي بكلمك عليه بقى. ده العرض الثالث. ده العرض الثالث بقى. التالت. ده ال 10 طقم سرير اللي الناس تتفرج معايا عليهم اهو. ست كل بتعرضهم اهي. ايوه مالك حبيبتي يا ملك. ملك ست الكل اهي. 10 طقم سرير تتفرجوا عليهم بالله عليكم عشان السعر بتاعهم ملك جابته خالص نزلته خالص. ملك سريعه قوي. انا عايزه اشوف الحاجه. كل ده معروض على الصفحه طبعا مش كده؟ معروض على الصفحه. معروض على كل الصفحة ده هينزل النهارده بالليل على الصفحه. تمام. بعد الحلقه على طول بامرك يا رب عشان نبتدي من النهارده. 10 طقم سرير كبير اهو. كبير برضه اللي هو كينج بيل. يعني هو لا عشان بصرح معاك 260 260 العادي النورمال يعني مقاس النورمال. عشان برضه يبقى مش بضحك على حد يبقى الحاجه قدامي. تمام. ال 10 طقم دول بكام بقى؟ ال 10 دول بكام؟ 3900. والله العظيم يا بلاش. طب يعني دول ب 3900 الحاجات دي بجد حلوه. ده عشان خاطر الاستاذه ملك. استنى الحاجات دي حلوه طبعا. انا تحدي اي حد بتاعتي اصل انا هشتري. انا هشتري. انت اشتري وجربي وانا موجود معاك.
ماشي. وانا موجود شغل المذيعه بس هشتري ان شاء الله تحت امرك. انا موجود معاكي وموجود الاسبوع اللي جاي واللي بعده هنكمل ان شاء الله المسيره. واي حد يكلمني لو في حاجه كلمني. حضرتك قلت 3900 العرض ده بدل من كام؟ كان بكام بقى وبقى 3900؟ من 7000 جنيه. من 7000 جنيه 3900. 3900 10 طقم سرير اوض 100% ب 3900. والله يا بلاش. وتحدي ده الحلقه دي ايه؟ مشكله في اي طقم بتاعي. ايوه اي مشكله في اي طقم بتاعي اغيره له في ساعتها لو في، وان شاء الله ما فيش اي مشكله. لان اقول لك منار واخده من، انا افتكرت منار، منار غالبا من حوش عيسى. اه من بلد جنبينا. ده جايه لك بقى على السمعه دي. اه والله ربنا يبارك لك. الحمد لله بيجي لنا زمان كتير الحمد لله. هو اهم حاجه طبعا ان انت بتربي زبونك، واهم حاجه ان انت تاجر امين. يعني الحمد لله. انت بتكسب حاجه، ده فضل ونعمه من ربنا طبعا. ده يعني بص، ما حدش واخد مننا ده حاجه، ده ارزاق وربنا مقسمها احنا ولا في غيرنا. انت عارف انت بتعمل ايه يا استاذ خالد اصلا؟ يعني انت اولا الاسعار دي يعني فعلا مفاجاه، واسعار ايه يعني 3900 جنيه مش كام طقم؟ 10 طقم مش حاجه في ظل الازمه الاقتصاديه اللي فيها الناس دي. ده ولا حاجه. كمان انت بترسم البسمه على وشوش الناس. الحمد لله. يعني ودي ارزاق. يعني واحده ست عايزه تجدد حياتها شويه، تجيب لها اطقم جديده، تعمل جو كده، ده بيفرق معاها جدا. يفرق معاها كتير. فكون ان انت تكسب هامش ربح. انا عندي كفرته ب 2500 تركي. اه انت لما تاخدي 10 انت بتتكلمي في ايه؟ وده برده كل واحد ليه حريه الاختيار. انت عندك الغالي، عندي الغالي وعندي ده، اللي عايز ده عايزه واللي عايز ده عايزه. كل ده موجود. طب عايزين نعرف بقى نصيحه كده، انت شغال في الموضوع ده بقالك كتير قوي. تنصح ايه اللي بيشتري مفروشات بشكل عام؟ نصايح بقى روشته كده منك انت. قبل ما ناخد يعني معانا مداخله، عشان معانا مداخله على فكره. طب ناخد المداخله. طيب ناخد المداخله يا جماعه. المداخله عشان من طيب على ما تجهز. تنصحوا بايه؟ تبسي كده انا رايحه اشتري من اسواق معروفه، مولات مشهوره. طبعا الاسعار بتبقى فلكيه والناس عارفه الكلام ده. انا قلت لحضرتك هو بتبقى غصب عن العميل ذات نفسه، كل واحد وراه التزامات، فاهمين ازاي؟ فانا حددتها عن نفسي، انا عرفت المشكله بتبقى فين وبدات ان انا اعالجها من زمان. من اول ما بديت كنت حاططها خطوه بخطوه، انك تمشيها عارف انك هتجيب الاربع جدران دول هيبقوا ملكك، هترتاح قدام. فبالتالي النهارده انا العبء بتاعي بيقل شويه، فبالتالي بحط هامش ربح بسيط جدا جدا، فاهمين ازاي؟ وخلي بالك برضو انا بشكر مصانع كتير بتساعد معايا في حاجه زي كده. انا كنت لسه هسالك، حلقتي السؤال يعني السؤال الاخير ده لسه هنخليه في الاخر. لا ده يعني عايزك تشكر مين النهارده اللي يعني اللي وقف جنب خالد عبد اللطيف كده النهارده؟ تشكر مين بصراحه؟ ومن مين العملاء كمان؟ يعني الحاج حسام، مصنع المختار، المحله الكبرى. المحله الكبرى، المحله دي اخويا وحبيبي وبيدعمني، وبصراحه بيساعدنا في كل حاجه ودائم معانا في العروض دي. تحس انت ان مفروشات المحله مميزه طبعا، فيها ناس كده. هو عامه في مصر في تطور غريب في الصناعه الفتره اللي فاتت دي كلها، فاهماني ازاي؟ طب احنا كنا بصراحه كده بنعاني من الفينش. لا الحمد لله. لا 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 الحمد لله. انت النهارده شوف المختار حته مستورد بصراحه، وانا الحلقه الجايه هجيب لك كذا حته معايا. ايوه ده اللي احنا عايزينه، وانا هعرضه للمشاهدين. خلاص انا هعرضه. يا جماعه العرض جاهز؟ طيب. ده العرض الرابع استاذ خالد. ده مش العرض، ده الهدايا بقى. دي الهدايا. ده الهدايا للاستاذه ملك، هي الهدايا. هديه جميله جدا جدا هتظهر على الشاشه. يا ريت لو يكبروا الشاشه ويطلعوا لنا بره الشاشه ويجيبوا لي العروسه الاموره ديت. بعد اذن الاستاذ سيد. ايوه تمام. القمر اهي. طلع كده يا سيد وريها، تشوف هديه جميله قوي يمكن تظهر لكم على الشاشه. العلب دي بقى فيها ايه قول لي؟ انت مش شايف حاجه؟ هي مش واضحه. طب وضحها الكاميرا. هتبان اهي. دي هدايا للناس كلها ان شاء الله، للمتصلين، وهدايا اللي هياخد العروض جايه لنا مخصوص، وهتبقى مفاجاه للجميع. خلاص انت مش عايز تقول، خليها مفاجاه. مفاجاه للناس كلها. ماشي؟ ماشي. طب يعني انا الحقيقه مبسوطه جدا ان انا عملت الحلقه دي مع حضرتك. عاجبني فيك ان انت بتفرح الناس. الحمد لله. وعندك ذكاء، يعني ده ذكاء اجتماعي وذكاء في البيع والشراء. خلي بالك، هو ذكاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. لان ترتيب ربنا في كل شيء. طبعا. ترتيب ربنا بتيجي في وقتها. ونعم بالله. ولا هو ذكاء مني ولا غيره، والله كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. عايزين وفضل يرجع لوالدي ووالدتي، وبشكر اخويا الاستاذ هشام الحليفي، وانا على طول داعمنا، والحمد لله على اللي جاب ربنا. الحمد لله. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. قبل ختام حلقتنا بفكر مشاهدينا ان الارقام يا جماعه اللي ظاهره على الشاشه دي لما تنزل ان شاء الله الحلقه السوشيال ميديا وتنزل على صفحه مع حضرتك، اكتر لايك ومنشن وشير ويتكتبوا كده ويتصوروا، دول لهم هدايا
مش عايزه اقول لكم بقى، وهنتصل بيهم وهنصور معاهم تسليم الهدايا ده، ونعمل مداخلات معاهم ان شاء الله الحلقه الجايه. سعيده بحضرتك جدا، شكراً ربنا شكراً. يوفقك ويكرمك ان شاء الله في اللي جاي لله. ويكرمنا جميعا، ويفضل برنامجكم صوره مضيئه. هو صوره مضيئه بجد، بنقدم لحضراتكم النماذج المحترمه اللي تستاهل انها تكون معانا في برنامجنا. تابعونا ان شاء الله في حلقاتنا الجايه. كنت معاكم شيماء رجب، تحياتي.